السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. لقاء يتجدد على قناة بتاع عربي، درس جديد من دروس اللغة العربية فرع النصوص بعنوان الحب عطاء للشاعر صالح الهواري. تعالوا مع بعض نتعرف على نص، نقرأ النص ونتعرف على الشاعر ونتعرف على المعاني المهمة وعلى مواطن الجمال. أول حاجة، الشاعر كاتب هذه الأبيات، مؤلف هذا النص الشاعر صالح الهواري. الشاعر صالح الهواري شاعر فلسطيني، ولد عام 1938، كان يعمل مدرسا، ومن أهم أعماله عصافير بلادي وهنادي تغني. تعالوا مع بعض نبدأ بقراءة هذا النص. يقول صالح الهواري في هذا النص: ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغضاء، أزهار الحب تظللنا، في دنيا تغمرها الأنداء، نتقاسم خبز محبتنا، ونشد على أيدي الضعفاء، للطير نعمر أعشاشا، ونرد عن الكون الظلماء، نزرع وردا، نشعل شمعا، نعطي نعطي، فالحب عطاء، كن لي سندا، كن لي عونا، لا تحلو الدنيا دون إخاء. تعالوا مع بعض نتعرف على شرح النص وعلى المعاني المهمة وعلى مواطن الجمال الموجودة في النص. يقول الشاعر صالح الهواري: ما أجمل أن نحيا سعداء، ما أجمل أن نعيش في سعادة بعيدا عن الحقد والكراهية، نعيش في ظل الحب في دنيا تملأها الخير والمحبة والعطاء. ما أجمل، معنى أجمل، أجمل يعني أفضل وعكسها أسوأ. ما أجمل أن نحيا، نحيا يعني نعيش، عكسها نموت. ما أجمل أن نحيا سعداء، سعداء يعني مسرورين، عكس سعداء أشقياء. لا حقد يسود ولا بغضاء، لا حقد، حقد يعني عداوة وكراهية، وعكس الحقد المحبة، وجمع حقد أحقاد. لا حقد يسود، يسود يعني يعم وينتشر، وعكسها ينحسر. ولا بغضاء، البغضاء هي الكراهية، وعكسها المحبة. أزهار الحب تظللنا، أزهار الحب، الحب معناها الود، المحبة، وعكسها الكراهية. تظللنا، تحمينا، في دنيا تغمرها الأنداء، عكس الدنيا الآخرة، وجمع الدنيا الدنا. في دنيا تغمرها، تغمرها يعني تغطيها وتملأها، وعكسها تكشفها. تغمرها الأنداء، الأنداء اللي هو الكرم، ومفرد الأنداء الندى. طب إيه مواطن الجمال اللي موجودة في النص؟ ما أجمل أن نحيا سعداء، ده أسلوب إيه؟ احنا عارفين في مواطن الجمال اول حاجة بشوف لو في اسلوب، بحدد نوع الاسلوب، اسلوب امر او اسلوب نفي او ناهية او تعجب او استفهام، دي مواطن الجمال. تاني حاجة بشوف لو في تشبيه، بيشبه حاجة بحاجة. بعد كده بشوف لو في اسلوب مؤكد، توكيد، اسلوب مؤكد بان، بشوف لو تعبير جميل. هنا ده اسلوب تعجب، يبقى لازم اقول له ده اسلوب تعجب، وبيوحي باهمية الحياة السعيدة، وبيتطلع الشاعر لحياة سعيدة بعيدا عن الكراهية. لا حقد يسود، ده اسلوب ايه؟ اسلوب نفي. ولا بغضاء، اسلوب نفي، يبقى في مواطن الجمال هنقول له ده اسلوب نفي وتكرار النفي. لا حقد، لا بغضاء، تكرار النفي للتأكيد على نبذ الكراهية، وهنا بيشبه الحقد والبغضاء بشخص يسود. وكلمة حقد وكلمة بغضاء نكرة للعموم والشمول، كلمة حقد نكرة للعموم والشمول، وكلمة بغضاء أيضا نكرة للعموم والشمول. أزهار الحب تظللنا، هنا تعبير جميل، بيشبه الحب بشجرة لها أزهار تظللنا وتحمينا، وهنا برضو في التعبير ده بيدل على حاجتنا للحب لنعيش سعداء. في دنيا تغمرها الأنداء، ده هنا بيشبه الأنداء، بيشبه الكرم بالماء الذي يغمر الدنيا، يشبه الأنداء بماء يغمر الدنيا يملأ الكون، وكلمة الأنداء جمع تفيد الكسرة. هنا ممكن يجي لنا سؤال على البيتين اللي قدامنا، ويجي يقول لك: كيف يكون الناس سعداء؟ كيف نحقق السعادة في الحياة من خلال فهمك لهذين البيتين؟ هنقول له: عندما ينبذون الحقد والكراهية، عندما يسود بينهما الخير والكرم والعطاء والمحبة. تعالوا ناخد البيت اللي بعد كده. صالح الهواري بيقول: نتقاسم خبز محبتنا، ونشد على أيدي الضعفاء، للطير نعمر أعشاشا، ونرد عن الكون الظلماء. نتقاسم يعني نتشارك، وعكسها ننفرد. خبز، الخبز هو الطعام، بس هنا يقصد كل ما يعيننا على الحياة كالطعام أو غيره. نتقاسم خبز محبتنا، المحبة هي الود،
وعكسها الكراهية، ونشد على أيدي الضعفاء، هنشد يعني نساعد، هنساعد الضعفاء، نساعد المحتاجين، نشد يعني نعين ونقوي، وعكسها نضعف على أيدي الضعفاء، عكس الضعفاء الأقوياء، ومفرد الضعفاء الضعيف. للطير نعمر أعشاشا، للطير مفردها طائر، ونعمر يعني نبني ونشيد، وعكسها نهدم. للطير نعمر أعشاشا، الأعشاش دي هي بيوت الطيور، هي مساكن الطيور، ومفرد أعشاشا عش. ونرد، ونرد عن الكون، هنبعد عن الكون، ونرد يعني ندفع ونبعد، عكسها نجلب. وندفع عن الكون، الكون اللي هو الوجود، وجمع الكون الأكوان، هنبعد عنه الظلماء، نبعد عنه الظلم، الظلماء اللي هي الظلام وعكسها النور. بس يقصد هنا بالظلماء الظلم. بيقول الشاعر ان احنا لابد ان نتقاسم كل شيء في محبة ومودة، ونساعد الضعفاء على صعوبات الحياة، نبني، الحياة محتاجة لبناء، نبني مساكن للطيور، نرفع الظلم عن الجميع، نتقاسم خبز محبتنا. ايه الجمال في هذا التعبير؟ ده تعبير جميل، بيشبه المحبة بالخبز الذي يتقاسمه الناس، وبرضو تعبير جميل بيدل على أهمية المحبة. ونشد على أيدي الضعفاء، نساعد الضعفاء، ده تعبير جميل بيدل على ضرورة مساعدة الضعفاء. الشاعر بيقول لازم نتقاسم كل شيء في حب مودة، لازم ومهم جدا ان احنا نساعد الضعفاء، نشد على أيديهم. وهنا برضو تعبير جميل، تعظيم لقيمة الرحمة والمساعدة بين الناس. للطير نعمر أعشاشا، للطير نعمر، ده أسلوب توكيد. ايه أداته؟ تقديم الجر والمجرور. ده في الجر والمجرور للطير، المفروض نعمر أعشاشا للطير، بس تقديم الجر والمجرور ده أسلوب توكيد. يبقى نقول له أسلوب توكيد بتقديم الجر والمجرور، وهنا قال نعمر أعشاشا أفضل ولا يقول نبني أعشاشا؟ لا، نعمر أفضل، لأنها تحب الإتقان. وكلمة أعشاشا دي جمع، هنا جمع تفيد الكسرة. وكلمة أعشاشا نكرة، نكرة للعموم، تفيد العموم والشمول. ونرد عن الكون الظلماء، ده تعبير جميل، بيشبه الظلم بالظلام، وبيشبه الظلم بالعدو اللي احنا هندفعه وهنبعده عن الكون. وبرضو أسلوب توكيد، برضو أداته تقديم الجر والمجرور، نرد الظلماء عن الكون، فجاب الجر والمجرور اللي هو عن الكون قبل الظلماء، يبقى نرد عن الكون الظلماء، ده أسلوب توكيد، أداته تقديم الجر والمجرور على كلمة الظلماء. ومن الأسئلة اللي ممكن تجي لك على البيتين اللي قدامك، لما يجي يقول لك ما واجبنا نحو الضعفاء، أقول واجبي أن أساعدهم وأدفع، أبعد الظلم عنهم. ممكن يجي لك سؤال ويقول لك ماذا يقصد الشاعر بقوله للطير نعمر أعشاشا، نقول له إن الحب ده يقصد إن الحب ده تعمير لا تخريب، ولا يقتصر على البشر، وإنما الحب يشمل الكائنات كلها. تعالوا مع بعض ناخد البيت اللي بعد كده. صالح الهواري بيقول نزرع وردا، نشعل شمعا، نعطي نعطي، فالحب عطاء، كن لي سندا، كن لي عونا، لا تحلو الدنيا دون إخاء. يقول الشاعر صالح الهواري لابد نزرع الخير، نضيء النور، نعطي غيرنا بلا مقابل، العطاء من علامات الحب، الحب عطاء. ويطلب من أخيه الإنسان أن يكون له سندا وصديقا ورفيقا، لأن الدنيا لا تحلو بدون إخوة ومحبة. نزرع وردا، نشعل شمعا، نشعل يعني نضيء وعكسها نطفئ، نشعل شمعا، نعطي، نعطي يعني نمنح وعكسها نمنع أو نأخذ، نعطي نعطي، ده تكرار للتوكيد، لتأكيد العطاء في الحب، فالحب عطاء، عطاء يعني منحة وهبة، وعكس عطاء منع وبخل. كن لي سندا، كن لي عونا، سندا يعني عونا، سندا وعونا كلمتين بينهما ترادف، سندا يعني عونا، وعكسها متخليا أو متخاذلا، وجمع سندا أسناد. كن لي عونا، قلنا عونا برضو يعني سندا أو مساعدا، وعكسها متخاذلا أو متخليا، وجمع عونا أعوان. لا تحلو، اسلوب نفي، لا تحلو، تحلو يعني تطيب، وعكس تحلو تقبح وتكون مرة. لا تحلو الدنيا دون إخاء، إخاء يعني إخوة ومحبة، وعكس الإخاء الكراهية. مواطن الجمال اللي موجودة في البيت ده، نزرع وردا، نشعل شمعا، بين الجملتين بين نزرع وردا ونشعل شمعا بينهما إيقاع موسيقي، هنقول له بينهما إيقاع موسيقي تطرب لهما الأذن. وكلمة وردا وكلمة
كلمه شمعا الكلمتين نكره، نكره للتعظيم، والكلمتين جمع، جمع يفيد الكسره. لو جه قال لك الكلمه دي نكره تفيد الايه، هنقول له نكره تفيد التعظيم. طب جمع تفيد الايه؟ جمع تفيد الكسره. نعطي نعطي، ده قلنا ده توكيد، توكيد لفظي بتكرار الكلمة، بتكرار اللفظ. نعطي نعطي للتأكيد على أهمية العطاء، لأن الحب عطاء، فالحب عطاء، ده تعليل لما قبله. لماذا نعطي؟ لأن الحب عطاء، وبرضو ده تعبير جميل بيشبه الحب بالعطاء، يشبه الحب بالهدية التي تقدمها للآخرين. كن لي سندا اسلوب، برافو اسلوب أمر. كن لي عونا اسلوب، برافو اسلوب امر. يبقى نقول له ده اسلوب امر. غرض التمني، بيتمنى من اخيه الانسان ان يكون له عونا ومعينا، ان يكون له صديقا ورفيقا، لان الدنيا لا تحلو بدون اخوه ومحبه. وبرضه من الجمال في التعبير ده، ده اسلوب توكيد بتقديم الجر والمجرور. كن لي سندا، كان المفروض يقول كن سندا لي، الجر والمجرور لي، ده هنا ده اسلوب توكيد بتقديم الجر والمجرور. وبرضه من الجمال في هذا التعبير، ده ايقاع موسيقي بين الجملتين، كن لي سندا، كن لي عونا، ده ايقاع موسيقي تطرب له الاذن. وعندنا برضو في نفس التعبير ده كلمة سندا وكلمة عونا، الكلمتين بينهما ترادف، سندا وعونا الاثنين بنفس المعنى، يبقى نقول له بينهما ترادف. والكلمتين نكرة، نقول له سندا نكرة للتعظيم، وعونا نكرة للتعظيم. لا تحلو الدنيا دون اخاء، ده اسلوب ايه؟ برافو اسلوب نفي. وبرضو دي حكمة جميلة، بيشبه الدنيا بطعام لا يحلو، هذا الطعام لا يحلو بدون الإخاء، بدون الإخوة والمحبة، وده تعليل لما قبله. كن لي سندا، كن لي عونا. ليه؟ السبب لأن الحياة لا تحلو بدون إخوة وبدون محبة. وبرضو من الأسئلة اللي ممكن تجيلنا على البيت اللي قدامنا، بيقول ماذا يطلب الشاعر من أخيه الإنسان في نهاية النص ولماذا؟ بيطلب منه أن يكون له عونا وسندا وقت الشدائد. ولماذا؟ لأن الدنيا لا تحلو دون إخاء. ماذا يحدث إذا اختفى الحقد والبغضاء من حياتنا؟ سنعيش سعداء. سؤال تاني بيقول لك حددت الأبيات موقف الإنسان من الجائع، أيوة نتقاسم معه الطعام، ومن الضعيف نقف بجواره ونقويه، ومن المظلوم أن نرد عنه الظلم. بتمنى أكون قدرت أساعدكم في فهم النص، وقدرنا نعرف المعاني المهمة ومواطن الجمال وبعض الأسئلة اللي ممكن تيجي على النص. ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.